هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 مساء الخير يا أطفال وش راكم؟ راكم هايلين راكم هايلين بهذه الرسومات وكامل إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد إذا أنتم اللي جيتوا حضرتوا معنا وكلمناكم باش جيتوا لما سجلتوا إذا الأطفال اللي لم يشاهدوا فينا وحبوا يحضروا كما هاد الأصدقاء ما عليهم إلا يتوجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال بعد التسجيل إحنا نطلبوا منكم حاجة برك شوية على الصبر شوية على الصبر علاش لأن التسجيلات كثيرة وكاع الأطفال حابين يجوا يحضروا حصة مع عمو يزيد حنا تاني ماذا بينا كامل جو تحضروا معنا وراح نكلمكم في التليفون ولا بالإيميل الصبروا شوية برك مرحبا بكم يا أطفال يا أطفال اليوم كاين في هذه الفترة هذه يوم 15 أكتوبر يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي للمرأة الريفية يعني المرأة اللي ما تعيش في المدن والمرأة الريفية تمثل ربع سكان العالم إذن نتوقفوا في هذا اليوم هذا باش نتكلموا على المرأة الريفية عبالكم مرأة في الريف بالمرات عندها أعمال شاقة في الريف إذا شفتوا المرة بالمرات تجيب الحطب تجيب الماء تجيب يعني عدة أعمال شاقة نتوقفوا هذا اليوم هذا باش نقولوا لها يعطيك الصحة العمل اللي تقومي به كالمعتاد في بداية كل حصة نقول لكم لغز اليوم تحبوا الألغاز إذا لغز اليوم يقول لغز اليوم يقول عندي قبعة لكن ليس عندي رأس عندي قدم وليس لي حذاء من أنا؟ أعيد اللغز عندي قبعة عندي شابو ولكن ما عنديش رأس عندي قدم عندي رجل ولكن ما عنديش حذاء ما عنديش صباط شكون أنا؟ فكروا فيها إلى غاية نهاية الحصة أنتوما والأطفال أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذا فكروا في اللغز صعب شوية اللغز خلاص فكروا فيه إلى غاية نهاية الحصة وأنا رايح نغتنم هذه الفرصة هذه بما أننا في الذكرى 60 لمؤتمر الصمام اللي كان أعطيني الميكروفون بوبي نتكلم شوية مع الشابات هادو يقولوا لنا شكون اللي يعرف مؤتمر الصمام وقتاش كان مؤتمر الصمام في أي سنة أروحي بنتي أروحي قولي لي تعالي واسمك بنتي كاميليا وقتاش كان مؤتمر الصمام 1954 لا هذاك اندلاع الثوره كان سنتين موراها انا قلت لك شحال 1907 لا سنتين بعد 4 زائد 2 6 يعني 1900 6 1900 تعالي أروحي أبقي معي أروحي بنتي واسمك تعالي بن عبان يمينة وين تسكن يمينة؟ فدويرة وقتاش مؤتمر الصمام؟ 1955 هجوم الشمال القسطنطيني 1956 انعقاد مؤتمر الصمام برافو في أي يوم؟ نزيدوا شوية نطلبوا منك كان في شهر؟ في شهر أوت برافو في أي يوم؟ 20 أوت برافو التحقوا بالأماكن تاعكم إذا مؤتمر الصمام هو القاعدة تاع ثورة التحرير فيه اللي
نظمة الثورة فيه لنظمة الثورة صفوفها. إذن انعقد مؤتمر سومان في 20 أوت 1956، وين؟ في أي منطقة؟ تعرفوا؟ بمنطقة بجاية بقرية أوزلاقن يا أخي. إذن بهذه المناسبة هذه كلفنا ياسمين باش تدير لنا بحث على المرحومة زليخة عدي. تفضلي ياسمين. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على حياة زليخة عدي. زليخة عدي اسمها الحقيقي يمينة شايب، ولدت في 7 ماي 1911 بحجوت، ونشأت وكبرت في مدينة شرشل، وهي من عائلة مناضلة. عاشت مرحلة الطفولة في ظل الاستعمار. تمكنت أن تساهم بفعالية في تشكيل خلايا جديدة في هذه الفترة، وكان نشاطها محل ملاحقة واهتمام من طرف رجال الأمن الفرنسيين، إلا أن شدة كتمانها للسر وحنكتها وذكائها جعلهم يعجزون عن كشف المهام التي كانت تقوم بها، وكانت تتمتع بثقة كبيرة لدى المجاهدين. كان لها دور رياضي في نشر الوعي الوطني، وخاصة في المناطق المجاورة لمدينة شرشال. كانت تقوم بجمع الأموال وتوفير الأدوية والمؤونة للمجاهدين، وقد حاولت السلطات الاستعمارية بكل وسائل مطاردتها وإلقاء القبض عليها. التحقت بصفوف الثورة في جبل سيدي سميان لتواصل كفاحها، وقامت بواجبها وجاهدت بالمنطقة الرابعة. خلفت أبو قاسم العليوي عندما استشهد في قيادة الجيش الجزائري في شرشال في حرب ضد المستعمر، وبعد عملية تمشيط واسعة النطاق استهدفت جبال بوحرب وسيدي سميان، وقعت الشهيد في قبضة العدو. اعتقلها الجيش الفرنسي في 15 أكتوبر 1957، وتم تعذيبها 10 أيام دون انقطاع قبل أن يتم إعدامها رميا من طائرة الهليكوبتر في 25 أكتوبر 1957، إلا أنها صبرت صبر أيوب ولم تبح بكلمة، فكانت أسطورة التاريخ. شكرا. يعني أطفال زليخة عدي كانت لما ألقي عليها القبض وعذبوها 10 أيام كاملة ما قالش كلمة واحدة، ومن بعد عدمت رموها من الهليكوبتر. ومن بعد على بالكم بلي احتل سنة 1987 باش واحد فلاح قال لهم بلي في هذاك اليوم شفت مرا سقطت من طائرة هليكوبتر وراحت فينها، دونك من بعد دلهم على المكان تاعها وصابوها مدفونة، صابوا قطعة من اللباس تاعها اللي كانت لابساته نهار اللي كانوا يعذبوا فيها، ومن بعد نحوا العظام نتاعها ودفنوهم في مقبره اخرى. اذا احنا لازمنا دائما نتذكروا هاد الناس هذول اللي بنوا اللي كافحوا من اجل ان تعيش الجزائر حره يا اخي. اذا يا اطفال واش رايكم؟ عمو يزيد قال لكم اغنيه جميله جدا انا نحبها. هذه الاغنيه هي حين انهض من نومي وصلي الفجر مع امي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. يلا تغنوا كامل معايا. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، وعلى الله أقصد باب الخير ورضا البال، وعلى الله أقصد باب الخير ورضا البال. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي.
مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي. أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي. أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري. وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البالي. وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البالي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. برافو 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 يا أطفال، يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا. عجبتكم الأغنية؟ برافو برافو. إذا يا أطفال، واش رأيكم دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ أوكي. إذا عيطوا كامل، يلا نرحبوا كامل بعمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت. إذا تفضل عمو نور الدين، مرحبا بك مرحبا بك. يلا تفيقة.
برافو تصفيقة 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 برافو تصفيقة لعمو نور الدين. واش رايكم يا أطفال دركا؟ راه عمو يزيد يحكي لكم حكاية، حكاية الثور والذئب المفترس. يلا معايا الحكاية. يا أطفال كما وعدتكم قبل نحكي لكم حكاية، هذه الحكاية تاع الثور والذئب المفترس. واحد النهار كان قطيع تاع البقر كان فيهم الثيران هادو جمع ثور، كانوا مع بعض هكذا، وكان واحد الثور هكذا كان يسخر منهم كلهم يتمسخر بهم. كان واحد الثور مسكين هكذا شغل رقيق هكذا يقولوا يا هليك 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 ثور رقيق ثور رقيق، وكامل بداو يضحكوا عليه وكامل، حتى راح هذاك الثور هذاك راح بدل البلاصه بدل البلاصه، قال انا نروح أم يتمسخروا بيا كامل دوك نبدل البلاصه. راح ومن بعد هذاك الثور هذاك تاني اللي يتمسخر بهم شاف واحد صاحبه تاني الثور عنده القرون تاعو معوجين، قالوا يا ليك ليك القرون تاعو معوجين معوجين القرون تاعو. ومن بعد بداو يضحكوا عليه كامل تاني بدل البلاصه، هذاك الثور قاعد يتمسخر بهم كامل. كل واحد واش يقول له، انت القرون تاعك معوجين، انت عينك ماشي ملاح، انت رقيق، انت سمين، انت. حتى هربوا كامل قعدوا وحده، كامل هربوا عليه، هربوا عليه وقعدوا وحده. بصح ماشي بعيد من تما الذئب كان يعس فيهم، الذئب بعد كي شاف باللي كامل الثيران راحوا جاء لعنده قالوا راك وحدك ها، بدا يعيط بدا يعيط هذاك الثور، انقذوني انقذوني يا اصدقائي يا اصدقائي. بعد الذئب قال له كنت نشوف واش صرا، دوك واحد ما راح يجي يسلكك لانهم كاع هربوا عليك. وقعد انقذوني انقذوني ندم ندم هكذا. ومن بعد جاوا هذوك الثيران سلكوه من الذئب، قالوا شفت شفت حنا اللي سلكناك. ايه عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه انه في الاتحاد قوه وفي التفرق الضعف والهزيمه. بالضبط بالضبط بوبي بوبي جيب لنا حكم وعبر جميله. اذا في الاتحاد قوه ولما نتفرقوا نكونوا ضعفاء، اذا قوتنا في اتحادنا. يا اخي اطفال برافو. يا اطفال لحقنا دركا لواحد الركن اللي انا نحبه بزاف، هو الركن اللي تجوا لهنايا وتحكوا لي النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي روحي تعالي تفضلي. واسمك؟ مريم. مريم احكي لنا النكته تاعك مريم. قال لك واحد المرأة زيد طفل صغير وخوه الكبير غزر فيه وقال له ماما ضحكوا عليك وعطوك طفل بلا سنان. برافو بنتي برافو برافو. تعالي تعالي روحي انت يا روحي العروسة. لا لا بعدي بنتي هكي عروسة اليوم الله يبارك. واسمك؟ مرام. وين تسكني مرام؟ معلمة. في معلمة خيار الناس خيار، تروحي تسلمي عليهم كامل لا؟ هاي احكي لنا النكتة تاعك. قال لك واحد الخطرة واحد الراجل راح ينشر عبايته اوكي، ومن بعد هذيك كي راح ينشر عبايته طاحت له ومن بعد راح تفرح الخطة، ومن بعد هذيك كي طلع قال مزيان ماش لابسها. خاف يطير معاه. برافو تعالي بنتي تعالي تعالي تفضلي. واسمك؟ ابن عدوان يمينة. وين تسكني يمينة؟ فدويرة. فدويرة خيار الناس. احكي لي النكتة تاعك. كانت الأم في المطبخ تطبخ بينما سمعت فتاة بينما سمعت ابنتها ترمي شيئا، فذهبت إلى غرفتها وقالت لها ماذا حصل؟ فقالت لها البنت لم يحصل شيء، فلقد وجدت رجلا في التلفزيون يسرق بيتا فرميت عليه المكواة. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال لحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. إذن عندي قبعة لكن ليس عندي رأس، عندي قدم وليس لي حذاء. من أنا؟ تعالي بنتي أرواحي. مظلة. وش هي؟ مظلة. المظلة ما كيش بعيدة مش المظلة. تعالي وش هو الجواب؟ رجل جليد. لا لا أرواحي. شتاء. لا لا مش الشتاء. وش هو؟
واش هو الجواب؟ سيالة. لا لا ماشي السيالة، تفضل روحي بنتي. واش هو؟ السبورة. ماشي السبورة، ماشي السبورة. شكون اللي عنده جواب؟ تعالى. سنارة. سنارة ماشي السنارة. شو اللي عنده؟ روحي بنتي. شو اللي عنده جواب؟ كمارة. واش هي؟ سنارة؟ كلانة. لا لا أرواحي. زلاميت. لا لا ماشي زلاميت. تعالي أرواحي. آه تعالي تعالي. عندك الجواب؟ باراسول. وش هو؟ باراسول. لا لا وش هو؟ أرواح أرواح. وش هو؟ بطارية. ها؟ بطارية. بطارية؟ البطارية. لا لا ماشي البطارية. تعالى. مظلة. ماشي المظلة، متشبه المظلة، وشيء يشبه المظلة. تعالي تعالي. وش هو؟ النخلة. النخلة. لا لا ماشي النخلة، هو نبات ولكن ماشي النخلة، نبات. عندي قبعة، نبات اللي عنده قبعة وما عندوش رأس وعنده رجل ما عندوش حذاء. تعالي. واش هو؟ شجرة. شجرة. لا لا الفطر. فوالا. تعال 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 أروح أروح أروح. تعال تعال. الفطر. الفطر هو الشامبينيون. الفطر عنده رأس ما عندوش قبعة، عنده أرجل ما عندوش حذاء. يا أخي إذن هذه الهدية تاعك. فوالا هذه الهدية تاعك. هذا هذه قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وهذه سيدي مع عمو يزيد من حق الطفولة، إن شاء الله تستفاد بهم. هاوليك فوالا. برافو. الله يخليك الله يخليك ولدي الله يخليك. إذن الحقنا دركا الواحد الركن اللي نحبه بزاف هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد علي. علي تعال. علي أروح. علي أروح. تعالى تعالى أروح لعندي. أروح لعندي. فوالا. إذن رايحين كامل نغنوا لعلي عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبونا الجاتو تاع علي وإحنا نغنوا له. يلا إذن عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد. الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد. من تبديلك نتمنى صحة وسعادة وهنا، شالله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. شالله يا ربي لمية سنة عيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة
برافو برافو برافو. إذن عقبال 100 عام إن شاء الله أنا نعطيكم في كل حصة كاع الأطفال اللي شاركوا معنا عندهم شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. هذه شهادة عالي وانتم غير تخرجوا منا كامل عندكم الشهادات نتاعكم. كاين طفلة كذلك اليوم عندهم، شكون اللي جابت لي الهدية هذه؟ أروحي بنتي أروحي، جابت لنا تاني. وش هي هذه؟ وش هي هذه؟ طمينة. طمينة، عندهم مولود جديد في العائلة نتاعهم. إذا بالصحة ولهنا، من بعد راح ناكلوها هذه الطمينة كامل. شكرا بنتي، شكرا. فوالا، شكرا. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. نحبكم، باي باي. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.